يا هلا وسهلا في المشاهدين. بنروح لموضوع ثاني كثير مهم، ويمكن الأهل دائما ودهم يتكلمون فيه مع أطفالهم بس دائما ترددون حول أنه كيف يفتحون هذا الموضوع، وهو توعية الأطفال بالتحرش. ما في شك مشاهدينا أنه التحرش من أصعب التجارب اللي يمكن يمر فيها أي طفل، لهذا لازم الأهل يعني يوعون أطفالهم حول الجسد وخصوصيته. بس السؤال متى العمر المناسب وكيف الطريقة المناسبة؟ أكيد التفاصيل رح نتكلم فيها مع همسة يونس اللي بتعطينا أنه أول شيء يسعد صباحك، بتعطينا أنه كيف نبدأ التساؤلات، جواب على تساؤلات الأولاد بعض الأحيان، أو إحنا تساؤلاتنا أنه كيف نبدأ مع أولادنا نعلمهم حول التحرش بالجسد، أنه لا أحد يتحرش فيك، لا أحد يسوي لك شيء. طبعا هذا الموضوع يندرج تحت التربية الجنسية. نعم. والتربية الجنسية للأطفال تبدأ من أول يوم ولادة. كيف بكون هذا الشيء؟ لما أنا أدرب ابني أو برمجه على أنه مين اللي يغير له الحفاض وخصوصية هذه العملية. نعم. أنه أنا أفهمه بالبرمجة أنه ماما مثلا تيتا خالته في أشخاص معينين هم اللي بيغيروا الحفاض إلك، ولكن بطقوس معينة. لما أدخل حمام أسكر الباب، أدخل الغرفة أسكر الباب. هاي البرمجة لدماغ الطفل بتبرمجه على خصوصية جسمه، و بشكل تراكمي تحدث عملية التربية الجنسية اللي لازم إنه إحنا نمشي فيها بشكل تراكمي حسب عمر الطفل وحسب حاجته وحسب إدراكه. نعم. لما نوصل لمرحلة 3 سنوات، المفترض إنه إحنا دربنا خلال هاي السنوات على خصوصية الجسم، يعني مش نجي من 3 سنوات لسه نبدأ. لا، إحنا خلال هاي السنوات لحتى 3 سنوات بشكل مو مباشر. بالضبط، بشكل غير مباشر. كيف؟ من خلال النموذج والقدوة. أنا الطفل بيحاكيني بالمحاكاة، أنا كيف أحافظ على خصوصيتي ماما وبابا، لأنه لسه الطفل ما بيفهم إنه دول ماما وبابا هم أزواج، وعادي إنهم يعني تنكشف خصوصيتهم مع بعض. فبالتالي أنا كأم وأب لازم أحافظ على هاي الخصوصية حتى يتبرمج دماغ الطفل عليها. فمثلا لما يدخل على الحمام، لما لازم أفهمه إنه هذا الحمام مكان مغلق في خصوصية له. تبدي أثناء تبديل الملابس، أنا أخرج، أنا ماما أخرج من الغرفة عشان بابا عم بيبدل ملابسه. لماذا؟ هاي برمج على الخصوصية. حتى لاحقا لما يوصل لتسع عشر سنوات بيبدأ يفهم خصوصية العلاقة بين ماما وبابا. نعم. وبالتالي حتخف تساؤلاته عن هاي الخصوصية. طيب في مثلا آليات للبرمجة اللي ذكرتيها من الطفل؟ نعم. من بداية طبعا ولادة. احنا نبدأ من 3 سنوات. ليش مهم من 3 سنوات نحكي عن موضوع نأكد عليه؟ احنا قلنا برمجناهم، الآن نبدأ نؤكد عليه لما بده يروح على الحضانة أو على الكيجي. فلازم أؤكد إنه ماما هذا المكان ما حدا بيشوفه، هذا من جسمك ما حدا بيشوفه، هذا بس ماما ممكن تشوفه عشان تساعدك وتنظف جسمك. ممكن بابا لو اضطريت انه يساعدك فيه. شوف احنا بننزل بالتدرجات لانه الاولويه لماما، بابا للاضطرار. ودائما بقول انه بابا للاضطرار. لو الدكتور انت كنت مريض وحابب يشوفك، لازم تكون ماما او بابا موجودين. لازم نحدد خصوصيه هذه الاعضاء، ومهم جدا انه احنا ما نتحدث عنها كانها مصدر. نعم. للعيب او انه هذا شيء مخجل، بل هي اجزاء من جسمك. نعم. لكن لها خصوصيه مختلفه عن يعني لازم نقارن. مثلا وجهك عادي يبين، ايدك عادي تبين، لكن هاي الاجزاء احنا بنغطيها لانها خصوصيه وما حد بيشوفها ابدا. طيب انا كأم يمكن استحي انه افتح مع ابني هذه المواضيع. نعم. او بعض الاحيان نخاف ان احنا نفتح عيونهم ونقول لا انا ما راح اعلمه هالشيء. فكيف ابدا اعطي رساله انه بين مثلا اللمسات الامنه واللمسه غير الامنه؟ نعم. بطريقه يعني ما احرج نفسي او اني اخلي ولدي او بنتي انه افتح مخهم. طيب. على اشياء اكبر منه. افتح عيون ابني، هذا احنا نعم لازم نفتح عيون ابنائنا بالقدر المناسب في العمر المناسب. بعض الاطفال يصير عنده فضول فيروح يعني لازم نعطي المقدار المناسب، لازم ويكون عنده فضول ويسالك انت وتكوني انت المصدر له للمعرفه. فهي الامور افضل بكثير من انه يبحث عنها من الاخرين، لانه اذا احنا ما فتحنا عيونهم بالطريق الصحيح سوف يعني اي حد ثاني حيفتح لهم عيونهم بهذا المجال. طيب وكيف اخليه يفرق؟ كيف حيفرق باللمس الامن واللمس المش امن؟ اني انا اوجه انه ماما ما حدا بيحضننا،
وما حد ما تجلس في حضن حد، يعني سواء الأحضان أو يجلس حتى في حضن أي شخص مهما كان هذا الشخص. يعني حتى أنا كأم وكأب لما أجلس الطفل في حضني أو جلسه بطريقة أنه يكون على طرف رجلي، ما أخليه في النص ولا أطيل إبقائه في أحضاني، يعني نعلمه على أنه الحضن اللمسة الآمنة والحضن اللي فيه حب هو حضن سريع آمن لطيف لا توجد فيه إطالة، لازم يتبرمج على هذا الشيء. ومهم جدا أيضا أنه إحنا ما نفرض على أبنائنا أنهم يسلموا ويقبلوا الأصدقاء والأقارب حتى لو كانوا الجد أو الجدة، لا تفرضوا عليهم، لأنه عملية الفرض هذه بتخلي الطفل يتعود أنه لو حد أجبره يقبل. ففي بعض الأهالي بيزعلوا مثلا الجد العم الخال أنه ما بيرضى يسلم عليه، اتركوه تدريب هو حيشوف بالنهاية أنه هذا الشخص آمن مقرب، فبالتالي بالنهاية أخليه عشان هو يعرف يحكم لاحقا أنه هذا الشخص آمن أسلم عليه ويحضني أو يقبلني ولا مش آمن. أما الإجبار حيحجب عنه هذه القدرة على التمييز. نعم. أيضا لو نتكلم عن أهمية أنه الأهل يعني يعلمون الطفل الحفاظ على سلامته مع الغرباء، واحنا حقيقه يعني كمجتمعات عربيه يعني عندنا شوي حميميه اذا شفنا الطفل لما يعني نقبله. هاي جزئية مهمة بحاول أحكي فيها دائما مع الأمهات، إنه حتى هم يكونوا قدوة. لو في حد من الأطفال حواليك استأذني إنك أنت ممكن، يعني أنا بعمل هيك مع الأطفال بالضبط، ممكن أبوسك اسمح لي وما بقبله من وجهه، بقبل إيده تقبيله لطيفه او بمسح على راسه تسمح لي اسلم عليه، او انه استاذن من الاب او الام مثلا. ايوه لو كان هو بيفهم بستاذنه، لو كان الام والاب موجودين هو صغير استاذن من الام والاب لانه ممكن يرفضوا، لكن ضروري استاذن. هذا بيعطي انطباع للطفل، هو لو انا ابني معي انه لازم يتم استئذانك قبل ما حد يبوسك او يحضنك. طيب نعم. اخر شيء بس، لو تعرض ولدنا او بنتنا للتحرش كيف نتصرف اذا جاء وقال لنا؟ بس يا ليت باختصار، على باختصار انه اولا لازم ادربهم من عمره 3 سنين، لو حد قرب عليك صرخ بأعلى صوتك قول لا، ارفع ايدك في وجهه قول له لا وابعد بسرعه. لازم وهذا مهم جدا ان انا اسمح لطفلي في البيت يقول لا عشان يكون عنده شجاعة يقدر يقول. أما إذا تحرش حدا فيه، إذا أنت معطي الأمان لطفلك ومدربتيه أنه هو يجي يحكي لك أي شيء دون الخوف من العقاب، لكن هو عارف أنه أنت شخص عادل وردود أفعالك آمنة، حيجي يحكي لك هذا الشيء، وأنت لازم توجهيه أنه أنت شخص رائع وما إلك ذنب بهذا الشيء. أستاذ همسة شكرا جزيلا لك على يعني كل هالمعلومات، والموضوع يعني كبير وإن شاء الله ممكن نكمل فيه بأيام قادمة إن شاء الله. هذا الكتاب هو إصدارك الأخير، اسمه سنة أولى ماما. نعم. نشكرك عليه وعلى أتمنى إن شاء الله يكون في إفادة والحديث عن يعني علاقة الأم مع طفلها خصوصا في السنة الأولى. لا هو حتى للمقبلين على الزواج، من أول لحظة حمل حتى 5 سنوات. بيعطيك ألف عافية. هذه النسخة الخاصة فيك أستاذة. هذه النسخة اللي خاصة فيها إهداء الرائع وهاني. هذا الكتاب مراقب بالكاميرات. هذا الكتاب مراقب بالكاميرات، تبتسم وأنت تقرأ. أوكي حلو، إن شاء الله نقرأ بإذن الله. يعطيك ألف عافية.